طبعا يا جماعة الخير، اليوم في مفاجأة لآدم وأمير. هم كانوا بيستنوها تقريبا من 15 يوم. طبعا معايا اليوم إلكم مفاجأة كثير 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 حتسعدكم. في فقس البيض اللي زوجناه الحمام القلابي، فإن شاء الله بدنا نشوف اليوم مع المتابعين. فهو لسه يعني بنقر مش بفقس، يعني هو بيضة، عبارة عن بيضة ونازلة ايش؟ تنقر عشان تطلع. فمش عارف هل حتطلع اليوم، بكرة، بعده، بعد بعده، بعد بعد بعده، بعد 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 بعده، مش عارف. فان شاء الله هنشوف ايش قصة البيض هذا وكم يوم قاعد عشان يفقس، واحنا ايش سوينا من الاول. طبعا قلنا يا آدم وين احنا جوزنا، تعال فرجينا وين. فرجينا، امشي، في بعض الاخوة مش عارفين. افتح الباب اشوف، افتح. طبعا زوجناها، طبعا هان في كركبة شكوا فيها، كنا مزوجينه هان. الله الله، شكل اتجوز هذه واتجوز هذه. اول ذكر عندي يتجوز انثيتين وتعدد الاناثي، هان من تنى دخلت جنة. تمام، زوجناها هان، وبعد هيك بعد ما تزوج، طبعا ليش تزوجناها هان يا ادم؟ عشان اخذنا الانثاية من ذكر ضخم، هل قد حنفرجيلهم اياه؟ فطبعا لازم ننقلها في بيت ثاني على اساس انه يعني لازم شيل كبرت. ما شاء الله، تعال نشوفها قبل ما نشوف البيض. تعال نشوفها، ادخل ادخل فرجينا اياها، ادخل. ما شاء الله، بس تطلع انثى مش تطلع ذكر. هيا هيا هان طالع، هان تعال، هيا هيا تطلع تحت كمان تحت. ما شاء الله، بنتمنى تطلع انثى وتطلع لنا كمان لوف. يلا يا بابا، تعال نشوف ايش صار. طبعا جبت الخير، في الفيديوهات اللي قبل زوجنا تقريبا انثى القلاب او القلاب مع ذكر اسود مشرول، وتمنينا انه يعني يصير عندنا انتاج، والحمد لله صار عندنا اللي هو تزاوج وبعدين وضع بيض، وحاليا حيفقس البيض. فمش عارفين، مش عارفين يا جماعه الخير كيف حيكون. طلع لي برا بس عشان ما نطلعش الحمام. مش عارفين كيف حيكون شكل الزغليل، اتمنى يكون شكل الزغليل ابيض ابيض وكل جسمه من هنا اسود. طب ادخل ادخل اشوف. حلو، بس ادخل، انا ما بديش اطلع الحمام. لا 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 لا، اقفلي هان انت وياه، اقفوا هان. تعال. طبعا يا جماعه الخير هذه هي الانثى، وهذا هو البيض تبعها. بسم الله، مو المقرة طبعا له تقريبا. طب بس سيبها، خلينا نروح في الضوء. تعال 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 في الضوء. نطلع. طب بس تهزنيش تهزنيش. هاي فيها النقرة زي ما شايفين، هذه هي. بابا ابعد عني عشان الكاميرا تثبت. شايفين هاي الفقس هان، في نقر تقريبا. والله يا ادم بنقر في ايدي قاعد والله. وهي كمان نقر هان. الله، شوف منقر بايدي، بس تضغطش عليه، تضغطش تضغطش. لا ما تضغطش، بنكسر يا بابا. هي 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 تلات نقرات، وهان تلات نقرات، شايف؟ الله ما شاء الله. هيو 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 هيو، هي هان تلات نقرات وهان نقرتين. فرجيني اللي معك نقرة من هنا، من هنا. هيا هيا من هنا، جي مصبعك. هيا من هان، تمام، امسك شوف. وفي كمان يمكن، طبعا هذا الحمام القلابي، هذا هو الذكر. وهذه هي الأنثى. انت هذه هي، قيمة شوف ليه هاتفت عليا. طبعا جماعة الخير كانت متزوجة بابا.
ذكر هذا، وكان كل فترة يخليها تبيض ولكن من غير بيض، من غير اللي هو جنين. فالحمد لله هيها صار في بيض جنين مع ذكر قلابي، هذا هو ما شاء الله. طبعا هات نرجعهم، يلا يا بابا رجعهم عشان ايش ما يخربوا، وان شاء الله بكرة التنين حيكونوا مفقسين، فحنستنى لبكرة عشان ايش نشوفهم اكثر. تعال نروح نشوف الكتاكيت ايش صار فيهم، روح شوف مين بزعق عليك، روح طب خلص امشي نروح نشوف الكتاكيت ونستنى اللي هو هذول لبكرة عبل ما ايش يفقسوا. صراحة إلي خطر اقعد جنبهم. نستناهم لبكرة، ايش رايكم بابا؟ خليك نقعد لبكرة، بكرة بكرة ايش؟ هذا صدق انا بتمسخر قاعد. لا بدي اقعد. خليك امشي يا ادم، امشي بابا. يلا اطلع بشوف اول واحد طلعت. سكر سكر هالباب. انا ماشي. تعال نشوف الكتاكيت، يلا يلا مش نشوف الكتاكيت. مبسوط يا ادم؟ ماله هذا اخو؟ مالك حبيبي؟ مالك في ام الخنافس تبعتك هذه؟ بشوف خربت البيت تبعهم. بنعمل هاي شوف هاي. فرجينا يلا. لا والله بس البيت خرافي. حط طبعتك اشوف. اوه ولو كمان خرقين، خرقهان خرقهان للتنفس. الله انك جدع. اخبط هاي 20 تاع جدع. جرح ابيض وين؟ اه والله تبر. وين الثاني؟ ابيض ابيض ابيض. وين الثانيين؟ اشوف قديش جناحينهم لونها. على فكره هي البسه لما هجمت اكلت واحد لون جناحينه اسود. هذا شوف هاي السداد، هذا جناحهم اسود. تنين خلص رجعهم. هاي عمري زمان ما شفتك يا زلمة. ما شاء الله نسميه عبير. عبير عبير ابو باسل كبير. شوف هذا ايش رايك هذا من قيم الانثى من عندهم. وكيف بدهم يدفوا؟ في الليل بتدفوا وبنحطها، في النهار بنقيمها. ايش رايك؟ نحطها عند الذكر. اولا من نعرف خلص خليها كمان اسبوعين، خليها كمان اسبوعين بعدين نرفعها تمام. هات شوف هذا، هاته زمان ما مسكته. ما شاء الله طلع لون حلو كثير ما شاء الله. ابدا تمام جماعة الخير. ولك وين الهراتي؟ تعال نشوفه زمان ما شفناه. امشي انزل 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 نشوفه. انا من المسبح. ولك انت ايش اللي مسويه بحببه في حالك؟ انزل انزل ابو عضلات انزل انزل. هوبا تعال تعال نشوف الهراتي ونسكر مع اصدقائنا. يلا هذول تحت المقاطع. ايوه اعمل حالك مش فاهم. فرجينا اياهم اطلعهم نشوف هل كبروا هل صغروا. يلا شوف امير تعال نشوف هدول يا بابا. ايش صار نطوا عليك؟ طب يلا هاتوا هاتوا. يلا هاتوا يا بابا. ايه 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 الله المصيده المصيده. تمام يا جماعة الخير هنترككم يصيدوا اللي هو الكتكوت واحنا هنسكر معاكم. استنونا في فيديوهات ثانية ان شاء الله وبس. يلا قولهم سلام. سلام يا جماعة. سلام يا جماعة.